مدينة غزة أيضا، وإن كانت المعلومات بهذا الخصوص تتمحور على وجه التحديد في منطقة حي الدرج وحي التفاح، فهناك أيضا تدور اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال في هذه المنطقة تحديدا، والتي شهدت عمليات مختلفة من فصائل المقاومة الفلسطينية، منها استهدافات مباشرة لآليات ودبابات إسرائيلية تم استهدافها بقذائف الياسين، وبالإضافة إلى العبوات المتفجرة التي استخدمتها كتائب عز الدين القسام أيضا في تفجير بعض الآليات في هذا المحور، وفي محاور الاشتباك الأخرى أيضا في محور شرق مخيم البريج أيضا كان هناك اشتباكات بين فصائل المقاومة، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي يطاول هذه المنطقة الشرقية الشمالية من وسط قطاع غزة، والذي امتد أيضا إلى منطقة المغازي أو مخيم المغازي تحديدا المنطقة الشرقية من المخيم.